أهلا وسهلا بكم من جديد في قسم الحوادث. يبدو أن عمليات السطو المسلح هي البطل الأوحد في قسم الحوادث كل يوم، ولما لا وقد تعرض اليوم أحد الساغة لعملية سطو مسلح. الجواهرجي كان قادما من محافظة المنوفية وتحديدا من مدينة أشمون متجها إلى القاهرة لبيع كمية كبيرة من المصوغات الذهبية وضعها داخل حقيبة، لكن مسلحون تتبعوا خطوات الجواهرجي واستوقفوه على الطريق العام في وضوح النهار تحت تهديد البنادق الآلية، واجبروه على النزول من السيارة واستولوا على الحقيبة التي تحتوي على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية يصل ثمنها إلى 500,000 جنيه. المجنى عليه أسرع إلى كمين متواجد بالقرب من مكان الحادث، لكنه فوجئ برجال الشرطة يؤكدون له أن مكان الحادث لا يقع تحت نطاق خدمتهم. أسرع إلى قسم الشرطة لتحرير محضر في قسم القناطر الخيرية الذين اكتفوا بتحرير محضر إثبات حالة دون التحرك في الموضوع، ولازال حتى الآن المتهمون هاربون والمشغولات الذهبية في أيديهم، في حين أن المجنى عليه أدلى في اعترافاته، أدلى في محضر الشرطة بأقوال خطيرة كان أهمها أن المتهمون كانوا يستغلون عربية 7 راكب لا يوجد بها لوحات معدنية نهائيا، بينما استبدل المتهمون اللوحات المعدنية بلوحة مكتوب عليها 25 يناير. والسؤال كيف تسير هذه السيارة على هذا الطريق وتخترق العديد من الأكمنة دون وجود لوحات معدنية لها؟ شكرا.